وهنسيبكم مع عدد كبير من اللقاءات اللي أجراها الزملاء في القناة مع عدد كبير من نجوم ورموز وقادة النادي الأهلي، وتصبحوا على ألف خير. من جديد بجد التحية بكل مشاهدينا، مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. مستمرين مع حضراتكم وتغطية لافتتاح الفرع الرابع للنادي الأهلي، صرح جديد يضاف لأركان البيت الأهلاوي. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء العميد محمد مرجان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية. محمد بيه، برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي، وصرح جديد يضاف لأركان البيت الأهلاوي، مشهد بيسعد كل مصري وبيسعد كل أهلاوي. يعني أولا ألف مبروك لجميل النادي الأهلي، وألف مبروك لأعضاء النادي الأهلي، وألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي، وألف مبروك لكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب صعب الأمور كلها على أي حد، هي أجيال بتكلم البعض أكيد، بس كابتن محمود الخطيب عشان بيحب يعمل كل حاجة كويسة قوي، ربنا سبحانه وتعالى كرمه. وهو يمكن طبعا زي ما هو بيقول، احنا لازم كلنا نشكر ربنا سبحانه وتعالى على اللي احنا فيه النهارده واحنا واقفين. يمكن انا واحد من الناس محظوظ اللي انا قعدت مع مجلس اداره النادي الاهلي كابتن حسن حمدي وهو بيخطط للشيخ زايد، وكنا بنعمل اجتماعات عشان خاطر نحلم ونخطط لفرع الشيخ زايد. محظوظ اللي انا قعدت في مجلس كابتن محمود الخطيب عشان نخطط للفرع ده، وتعبنا فيه في المرحله الاولى جدا جدا. طبعا هو دايما ما بينساش يشكر الناس كلها، كل الناس تعبت، رئيس مجلس الاداره تعب كتير، اعضاء مجلس الاداره، الاداره التنفيذيه، الاداره الهندسيه، الناس كلها تعبت جامد جدا. عشان كده احنا واقفين النهارده، يعني ما فيش حاجه تعبر عن سعادتنا. والجميل الهيئه الهندسيه هي اللي نفذت، وده كان التحدي، الهيئه الهندسيه تنفذ مشروع النادي الاهلي بالمشروعات القوميه اللي هي بتعملها، لان النادي الاهلي الصرح ده بيواكب الرؤيه السياسيه والقيادة السياسيه اللي بتتعمل في التجمع الخامس، اللي بتتعمل في العاصمه الاداريه قصدي. خلي بالك اللي ده النادي الاهلي الجديد طبقا للجمهوريه الجديده. النادي الاهلي الجزيره اتطور، بس فيه لسه طابع التراث القديم بتاعه شويه. مدينه نصر نفس القصه، الشيخ زايد بقى مواكب الفتره، ده النهارده فعلا مواكب الجمهوريه الجديده. وده الحاجه اللي احنا كلنا بنتشرف بيها وبنفخر بيها. ودايما كنت في كل لقاء بقول معاكم، اللي ما يلحقش يعمل وينفذ ويجري في ظل القياده السياسيه اللي موجوده مش هيعمل. احنا اخذنا كافه التصريحات وكافه الرخص اللي كانت واقفه من سنه 92، واقفه من سنين. مفيش حد بيتقدم طلب غير لما بيجري معاك طالما انت بتعرض رسوماتك وجدي وبتعرض مشروع حقيقي، مفيش حد في الدوله ما بيوقفش معاك، لان هي دي الرؤيه وهو دي الجمهوريه الجديده، وكلنا سعداء جدا وان شاء الله يتم على خير باذن الله. النادي الاهلي جزء لا يتجزا من هذا الوطن، النادي الاهلي دوره لا يقتصر على الجانب الرياضي، النادي الاهلي دوره التربوي، دوره في البنيه التحتيه، ان انا امشي في خطوط متوازيه مع الدوله المصريه. كل الشكر للدوله المصريه. شايف دور النادي الاهلي ده ازاي يا محمد بيه؟ النادي الاهلي اصلا نادي وطني، النادي الاهلي ما حدش زايد على وطنيته ابدا، دايما بيشتغل في صمت، بيتكلم في الوقت المناسب، بيسكت وبيشتغل اكتر ما بيتكلم. عشان كده النهارده تعالى احسب انجازات مجلس اداره كابتن محمود الخطيب، وانا لازم اقول مجلس اداره كله، يعني هو طبعا عارف هو بالنسبه لي انا شخصيا ايه، لكن هو ربنا كرم مجلس الاداره اللي هو معاهم محمود الخطيب بصراحه في ظل الظروف الصعبه، تحديات اقتصاديه موجوده على مستوى العالم، تحديات في المنظومه الرياضيه، وانتوا بتشوفوا، مش عايز اخص حاجه، ولكن النادي الاهلي كان دايما قد الحدث بجماهيره اللي بتسانده، بمجلس ادارته، برئيسه اللي دايما بيبقى هادي جدا جدا ودايما بيعمل مفاجاه جميله. ايام بتفصلنا على النهائي الاهلي والوداد والبطوله ال 11، الحلم الكبير. عميد محمد مرجان المشجع الاهلاوي يقول ايه للنادي الاهلي قبل هذه المواجهه الصعبه؟ عندي ثقه كبيره جدا في جهاز كره القدم، عندي ثقه كبيره جدا في اللاعبين. جمهورنا الداعم الاول والاساسي دايما، وزي ما عهدنا ان شاء الله باذن الله. يمكن في خطوات خلتني انا تفائل، تمام. انا واحد من الناس كان الناس كلها سان داون سان داون، معانا الوداد، الوداد اشقاء معانا، لكن المنافسه منافسه شريفه ان شاء الله باذن الله، فريقنا يشرفنا.
متفائلين كلنا، اهم حاجه جماهيرنا، ادارتكم تعبت جامد جدا جدا عشان تاخد الساعه كامله للاستاد. الخطوات اللي احنا بنعملها دايما النادي الاهلي بيبقى سباق فيها. دعموا فريقكم، دعموا فريقكم، دعموا فريقكم، خلينا دايما متكاتفين مع الدوله المصريه، مع الامن اللي موجود جنبك. احنا رايحين كلنا عشان هدف واحد، مصر تفوز ان شاء الله باذن الله، وانا متفائل وان شاء الله ال11 باذن الله تبقى مع الاهلي. اخيرا 1/6 عيد ميلاد العميد محمد مرجان يرتبط بافتتاح فرع جديد للاهلي في الجمهوريه الجديده او في القاهره الجديده. اعتقد النادي الاهلي دايما التواريخ بتبقى معلقه معانا. خلينا اقول لك برضه محمد بيه كل سنه وحضرتك طيب. يعني اجمل عيد ميلاد، وشاء ربنا سبحانه وتعالى يبقى الافتتاح تاريخه، اكيد التاريخ مش هيتنسي. زي ما بقول لك انا فعلا مش قادر اعبر عن سعادتي، انا سعيد جدا 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 باللحظه دي، وبشكر الدعوه الكريمه من كابتن محمود الخطيب لان هو ما بينساش حد. شكرا محمد بيه، وان شاء الله نبارك لبعض بعد تتويج النادي الاهلي للبطوله الافريقيه ان شاء الله باذن الله. شكرا جدا. ده كان لقائنا مع العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس اداره شركه استادات الوطنيه. كلام من قلب كل من ينتمي للنادي الاهلي، كلام بعيد عن التجميل، هو كلام من القلب. ودور الدوله المصريه والنادي الاهلي كجزء لا يتجزا وشريك مع الدوله المصريه وجزء لا يتجزا من هذا الوطن، دور النادي الاهلي لا يقتصر على الجانب الرياضي، ولكن هناك ادوار مهمه جدا للنادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو.